أهلا بكم. يجمع المؤرخون بأن العثمانيين بدأوا سلطانهم بالدم والدمار وأنهوه بالتسليم والتفريط. يقول الدكتور محمود عامر نقلا عن مصادر عثمانية إن مرحلة الترهل العثماني كانت نتيجة حتمية لتقاعس السلاطين وتعميق ظاهرة الولاء للسلطان بدل الأمة الجامعة لمختلف الإثنيات والطوائف والمذاهب بما فيها المذاهب المسيحية العربية. فمنذ الوهلة الأولى غرقت البلاد بالدماء ونقلت الشورى من العقلاء إلى السفهة الجهلاء. فمحمد الفاتح أرسى قاعدة وحشية للسلطة تتمثل بقتل الأخوة وعائلاتهم، ولم يتوانوا عن ذبح أطفال بعضهم بعضا على صدور أمهاتهم. فإذا كان هذا مسلكهم تجاه بعضهم، فهل نتوقع أقل من هذا تجاه الرعية؟ وأجبر مفتي الدولة الذي كان يلقب بشيخ الإسلام لدى العثمانيين على توظيف الإسلام لصالحهم، وبذلك أصبح الإسلام وسيلة سياسية مرتبطة بالولاء للسلطان، فقد كان رجال الدين يفتون بوجوب طاعة السلطان ولو كان ظالما، عملا بفتوى ابن تيمية بأن قوة الإكراه في جوهر الحكم. وهكذا كان دور رجال الدين هو تبرير جرائم السلاطين، فخرجت الفتاوى الشرعية لتجيز للسلطان والإنكشارية كل الجرائم والتجاوزات. وهكذا ساهمت المؤسسة الدينية المسخرة لمصلحة العثمانيين في تفكيك البنية الاجتماعية للأمة، ووصلت إلى درجة تجريد الطوائف الإسلامية عن إسلاميتها، وتصدرت الفتاوى الدينية المشهد. ونجد أفغانستان اليوم نموذجا صارخا على إغراق البلاد بالتخلف واستعباد الناس باسم الدين، والسعودية أيضا التي تقوم بالمتاجرة بمشاعر المسلمين ليذبح بعضهم بعضا لمصلحة القوى الاستعمارية بناء على قرارات رجال دين بلا دين، وفتاوى تثير الاشمئزاز لا تصدر إلا عن عقلية جاهلية ترتدي عباءة الدين نفاقا ورياء. وسنتعرف اليوم على عقلية محمد بن عبد الوهاب الذي ثار على ممارسات الإسلام العثماني كما دعاه، لكنه بالمقابل لم يقدم للمسلمين نموذجا أفضل من النموذج العثماني، بل فقط غير الحاكم الذي استفاد من تسخير الدين الإسلامي لخدمة أطماعه ونقله من صالح آل عثمان إلى صالح آل سعود. وإن السلاطين العثمانية كانوا مجهولي الهوية والأصول، فأية سلالة هذه التي يمكن أن تنتج من قتل الأشقاء والأبناء ومن أمهات مختلفات قوميا ولغويا ودينيا، فمنهن الأسيرة ومنهن المخطوفة ومنهن المشترات من سوق الرقيق. وإن زواجهم بأجنبيات ويهوديات أوروبا أفقدهم الانتماء وجعلهم بلا هوية. يقول دكتور محمد كرد علي لطالما ولي المشيخة الإسلامية أي منصب شيخ الإسلام أو مفتي الديار في الترك أغبياء أدنياء في منشئهم ومسلكهم ممن ليس له من العلم الديني إلا القشور، وكانت طبقة رجال الدين تتقرب ممن على شاكلتها في الجهل والفساد، فقل القوالون بالحق، وكان الذين يقتلون كل سنة من الناس عدد لا يستهان به، وفيهم العاقل وفيهم العالم. فكانت الشام تسير من بؤس إلى بؤس أكبر، وكان أهلها يتطلعون إلى من يخرجهم من هذا الظلام. وهكذا كانت عقلية السلاطين الذين حكموا الدولة العثمانية عقلية مختلة لا تمتلك أدنى مقومات الثقافة والانتماء وحسن القيادة. كانوا كأقطاعية برابرة أوروبا المتخلفة عبارة عن سلطة عسكر ودين، ليس لديهم أي عمق حضاري ثقافي وعلمي. فكان من الطبيعي أن تنحط أحوال البلاد وتشهد سوريا أزمات كبيرة بدلت حالها تماما وجعلتها عرضة لكل أشكال التآمر الاستعماري الذي اقتلع أراضيها وفتت جسدها وزرع في قلبها الكيان الإسرائيلي. لماذا لم يستطع العرب أن يتحرروا من العثمانيين على مدى 4 قرون؟ لأن المصادر كلها تجمع بأن سياسة العثمانيين كانت تقوم على أسلوب الإبادة الجماعية، فكان إذا تجرأ أي إنسان في أي منطقة من البلاد على إعلان التمرد أو الثورة أو مجرد الشكوى من القهر والظلم، فلن يتورع الوالي والسلطان عن قتل جميع أهل البلدة والمدينة وحرق منازلهم ونهب محلاتهم وسبي نسائهم. وهكذا كان يضطر الشعب المنكوب للسكوت والتحمل أو يختار الهجرة والرحيل. يقول الدكتور محمد كرد علي كانت مصيبة البلاد كلها واحدة، لم يميز العثمانيون في الظلم بين مدينة ومدينة ولا بين ملة وملة. فكان على سبيل المثال إذا غضب والي حماة على رجل يضعه على الخازوق، وهذا كان أسلوب بني عثمان في الإعدام، يدقون في جسد المحكوم البائس سيخا كبيرا من الفولاذ ويتركونه حتى يموت. أما إذا غضب الوالي على امرأة فكان يضعها وهي حية في كيس من الخيش ويلقيها في النهر. أما والي لبنان فكان إذا غضب على رجل واحد
أحرق قريته كلها. كان من نتائج الحكم الديني الإقطاعي في أوروبا كما رأينا تجهيل الأوروبيين وإغراقهم في عصور الظلام وإيقاظ التعصب والنعرات الدينية، فغرقت أوروبا في حروب 30 عام المذهبية. إذن إن أي حكم جاهلي يعتمد على حرف الدين عن مهمته السامية والأخلاقية وتحويله من فكر تعمير إلى وسيلة تدمير وتنكيل هو حتما حكم يذهب بأي بلد إلى الهاوية والحروب الأهلية. العثمانيون مارسوا هذا النوع من الحكم الجاهلي المتلطي وراء الدين، لكن هذه المرة كان القناع الديني إسلاميا، ومهما حاول العقلاء والوطنيون الشرفاء من كل الطوائف والمذاهب تفادي الفتنة فإن هذه السياسة ستفرز استقطابا مذهبيا يؤدي إلى الحروب الأهلية. لذلك نجد أن أشد ما حربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحذر منه كان الفتنة، ووصفها بأنها أشد من القتل، فالقتل يزهق روح إنسان أو أكثر، بينما الفتنة تزهق أرواح مئات الأبرياء وتقتل مجتمعا بأسره. حاول كل الأمراء السوريون من فخر الدين المعني إلى آل شهاب إلى ظاهر العمر وهؤلاء من أهل السنة، جميعهم حاولوا إعادة توحيد القوى العربية والثورة على العثمانيين، لكن الفتنة التي زرعها سلاطين عثمان كان لها من تبناها وسار فيها، فتلقف الحكام الأوروبيون هذه الفتن وعملوا على تكريسها كل حسب مصلحته. ففرنسا الخارجة لتوها من حكم ديني طائفي كاثوليكي نحو الدولة العلمانية في الغرب قدمت نفسها في المشرق كحامية للكاثوليك، وإنجلترا العلمانية في الغرب قدمت نفسها في المشرق كحامية للإنجيليين البروتستانت، لكنهم كانوا قلة فدعمت بعض قيادات الدروز. وهكذا بدأنا نشهد الفتن والاقتتال الأهلي، ففي الساحل السوري وقعت فتن بين الإسماعيليين والعلويين، وإلى الجنوب منهم في جبل لبنان نجد الفتن بين الدروز والموارنة وبين الموارنة وباقي المسيحيين الأرثوذكس، وفي فلسطين تنازعت المذاهب المسيحية بين الأرثوذكس والكاثوليك، وفي مناطق أخرى نجد التوتر بين المسلمين والمسيحيين، وهكذا امتدت نار الفتنة إلى باقي المدن السورية، فقام بعض الحلبيين بمهاجمة أحياء المسيحيين في حلب بسبب سياسة تركية تشجع الخلاف وتدخل أوروبي يثير أعمق جذور التعصب في النفوس. أما في دمشق فقام الوالي العثماني ببث الإشاعات بأن النصارى سيهجمون ليلا على المسلمين ويذبحونهم، فكان من الطبيعي بعد هذا التحريض أن يقوم بعض المسلمين بتصرفات عدائية ومستفزة ضد المسيحيين، وشحنت خطبة الجمعة بالتحريض والتهويل، فخرج المسلمون من المساجد لمهاجمة أحياء المسيحيين وانقضوا عليهم بعد أن عاشوا معهم كأخوة لأحقاب منذ ظهور الإسلام بصفاء ووفاق تام، وبدأوا يفتكون برجالهم ويسلبون أموالهم، فالتجأ معظم المسيحيين إلى وجهاء وأعيان دمشق من الشخصيات الوطنية البارزة، كان منهم الأمير عبد القادر الجزائري الذي لجأ إلى دمشق بعد احتلال فرنسا للجزائر عام 1830، وقام وجهاء دمشق بحماية المسيحيين من هؤلاء الثائرين الذين كانوا تحت تأثير الفتنة والتحريض. هذه كانت خلاصة ما سمي بحوادث الشام التي ذهب ضحيتها حوالي 20,000 قتيل، وتشرد بسببها 150,000 شخص، وأحرق فيها حوالي 7,000 منزل. هولت السلطات الفرنسية من الأمر عن طريق الصحافة طبعا، لاحظوا منذ متى استخدام الإعلام، وقالت بأن فرنسا يجب أن تتدخل حتى لا تصبح بلاد الشام مسرحا لمجازر لا حد لها. وفعلا انعقد مؤتمر في باريس اجتمع فيه ممثلون عن بريطانيا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا والسلطنة العثمانية، فوضت فيه الدول فرنسا لإرسال قوة إلى سوريا، ووصلت الحملة الفرنسية إلى الساحل السوري في بيروت عام 1860، ثم انسحبت أمام إلحاح الإنجليز. ثم عقد مؤتمر في اسطنبول لمناقشة مصير هذه المنطقة من المشرق السوري، أقر المجتمعون بأن يعين السلطان حاكما مسيحيا لجبل لبنان مع مجلس يمثل طوائف الجبل، وألغي النظام الإقطاعي.
وقع كل ذلك في عهد السلطان عبد المجيد. وهكذا أدت السياسة العثمانية المتخلفة والمللية والتي ليس لها أي ركائز وطنية إلى تقسيم المجتمع ونشر الفتن، وجعلت العرب المسيحيين يشعرون بالخوف في بلادهم مقابل الدول الغربية التي استغلت كل ذلك لأهداف سياسية واقتصادية تحت ستار الحماية الدينية. ويقول نادر العطار إن حوادث 1860 تعلم كل عربي أن الدول الاستعمارية تحاول إيقاع الفتنة دائما بين المواطنين لتتدخل بعد ذلك تحت ستار حماية المنكوبين ثم تستقر في هذه الدول كاحتلال، فلتكن لنا من دروس التاريخ عبرة واعظة. كانت الدولة العثمانية قد ابتدأت تحت الضغوط بسلسلة من الإصلاحات، كان منها منشور التنظيمات الخيرية الذي تحدث لأول مرة عن مساواة الرعاية أمام القانون، وكان العثمانيون يفرقون قبله بين المسلمين وغير المسلمين الذين كان يفرض عليهم لباس خاص ولا تقبل شهادتهم ولا يسمح لهم ببناء منازل مرتفعة وغيرها من مظاهر التمييز الفاضح. إلا أن المنشور لم يطبق بشكل حقيقي، فبقيت الوظائف العامة بعيدة عن المسيحيين. أما في نطاق التعليم فقد استفادت الدول الأوروبية من التنظيمات الخيرية في فتح المدارس الأجنبية في حلب والموصل وبيروت والقدس، مما سهل تعلم لغاتها كما أحيا اللغة العربية، إذ كان العرب المسيحيون أقوى في اللغة العربية من المسلمين الذين اعتادوا على إرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية، حيث كانت اللغة التركية لغة التعليم والمخاطبة. في الحقيقة إن أربعة قرون من حكم عثماني متخلف لبلاد ذات حضارة عريقة كسوريا جعلت العثمانيين يذهبون وبقيت سوريا، وبقي نسيجها العريق والأصيل والمتماسك الذي يختزن في قلبه تعاليم موسى وروح المسيح وأخلاق محمد، نسيجا قدم للعالم وما يزال نموذجا لحضارة الإنسان وذاكرة وطن عمره أكثر من 10,000 سنة من الحضارة والتمدن، كان قبل موسى وعيسى ومحمد وقبل نوح أيضا. وطن حفظ لسان الأجداد وتراثهم، وحين نتحدث عن التراث والأصالة فلنا في معلولة خير مثال. هذه المدينة حاضرة الحضارة السورية التي ما يزال أبناؤها مسلمون ومسيحيون يتحدثون بلسان أجدادنا السوريين، لسان السيد المسيح الذي يعود إلى آدم كما ورد في حديث للنبي محمد 4 من الرسل سريانيون، آدم وشيث ونوح وإدريس. دعونا نتعرف على لسان أجدادنا السرياني العربي مع ابن معلولة الأستاذ الفاضل جورج رزق الله. إقضوا من الكل نبريلخون يوم قول إبريخ تشحون ويب عمركم إرخ وتنبوع من له إلا تيبون وتيب سوريا بطوبثة هتخون وقلت يا عم حميلح وشمعلح. هذه اللغة حفظت الوحدة القومية لهذا الشرق كله. يومكم يومكم إبرخ، يومكم مبارك، تعيشوا ويطول عمركم، ولا نرجو من الله إلا وتكون سوريا بخير، ويبعد البيش جمع عليكم ويبعد الشر عنكم وعنها ومع خلتي عم حميل لح وشام علح وعن كل الذين يسمعوننا ويشاهدوننا. آمين. أوكي. نعم. إذا معلولة يعني دعني أقول أنه هو ذكريثة ترح ملا يا خان ذكريثة يا بلا
تشوف احد لك عولي بحنا وشكلت مني واشكل منا، تشنبور عين برنش يمحنا وقرع منبطي يشبنا، بلوتخ اوعخ تنفك منا ينحم غوزة بلا كنا، لا تفل كريثخ بلا هو ذكريثة الرحم الله. اذا هذه القرية التي نحب، يا هيك قرية وإلا فلا. ما في حدا ما أعد بحضنها وأعطاها وأخذت منه. بلدنا ما لازم نطلع منها، فحبة الجوز بدون اللب لا تنفع لشيء. فلا تضع هذه البلدة حبة جوز بلا محتوى. جميل جميل. حضرتك أستاذ جورج ابن معلولة، وتقوم حاليا بتدريس السريانية بأسلوب مميز، لو تحدثنا عن أسلوبك في تدريس السريانية. أولا بتعرف أنه يعني سوريا هي مهد الحضارات طبعا، والفكر القديم صحيح، وهذا مبعث فخر واعتزاز أكيد لكل السوريين. وكانت اللغة الآرامية أو السريانية الآرامية مر فترة سوريا كلها تتكلم هذه اللغة، العالم كله كان يتكلم أيوة هذه اللغة ما قبل المسيحية ب 1200 سنة صحيح، وإلى القرن السابع ميلادي. والسريان لهم بالقرون الوسطى باع طويل صحيح، تحدثنا كثيرا عن إغناء المكتبة العربية طبعا بالترجمات صحيح، من اليوناني إلى العربي صحيح، وإلى الفارسي، وتبنوهم عدد كبير من الخلفاء صحيح، وأقاموا معهد بإيران بجندي سابور صحيح، ومثله في بغداد. وهذه الأمور يعني نعم معروفة لدى كل من قرأ التاريخ وعلم طبعا. ولكن هذه اللغة المحكية هي يعني أقرب إلى الفصحى صحيح، وفيها كلمات موجودة في الآن في المنجد والقواميس العربية نعم، لن نتداولها الآن لن نتداولها، ولكن إذا من يعني يبلغ مستوى معين من الدراسة الجامعية أو الأكاديمية يلتقي تلتقي هذه اللغة باللغة العربية صحيح، وهن من شجرة واحدة طبعا، من دوحة واحدة نعم. في مصطلح أنها اللغات السامية سموها هكذا دعاها المستشرق أيوة، لأنها تشترك بصفات صحيح، بالاشتقاق نعم، بالضمائر، بالصفات، بالأعداد، بأسماء الأماكن والقربة، لذلك دعوها هكذا نعم بين قوسين يعني اللغة السامية وكأن هي لغة عربية قديمة صحيح، أو لغة هكذا. الذي حفزنا لتعلم هذه اللغة وسحب البساط من تحت أرجل المستشرقين نعم الذين يأتون ليس فقط إلى اللغة والتاريخ ولكن إلى كل الثروات صحيح، يأخذون المادة يصنعون نعم ثم يتحكمون بالسوق يصدرونها لنا وهكذا. يأتوا من فرنسا من ألمانيا إلى معلولة شهرين ثلاثة أربعة أشهر، يتعلموا القليل أو الكثير خطأ أو صواب، ثم يذهبون إلى ألمانيا ويقولوا أنه نحن في سوريا كنا وهذه لغة اللغة الآرامية. هناك من القيادة السياسية طلب بأن تدرس هذه اللغة وتوثق جميل هذه اللغة. جميل طبعا هذا تراثنا. هناك الكتابة نعم يعني صار في اقتراحات كثيرة للكتابة، منهم من قال اكتبوا لغتكم بالترانزليتريشن بهالفونيتيك يعني لأنه هذا متداول عالميا وكل الناس بتقرأه، ومنهم من قال لا بنكتبها بأبجدية كنعانية بال 850 قبل الميلاد، ومنهم من قال اكتبوا بالنبطي، ومنهم من قال اكتبوا بالتدمري نعم. نحن أخذنا الوسط، أخذنا 600 قبل الميلاد وهو الحرف الآرامي المربع الحرف الآرامي المربع نعم. وهناك إجماع من المؤرخين بأن هذا الحرف الذي يعمل به الآن في فلسطين نعم هذا ليس
هذا مصنع في سوريا. طبعا طبعا، هم أخذوا حروفنا وادعوا بأنها أحرف عبرانية وتمثل كيانهم القومي. كتبوا لغتهم، ترجماتهم، توراتهم بهالخط المربع. صحيح. الأراميين عندما دخلوا سوريا واستقروا في المناطق الداخلية كان في حضارة على الساحل السوري. طبعا. كانت الحضارة الكنعانية والأبجدية. نعم. فكتبوا لغتهم، يعني هذه القبائل الآتية من الصحراء. صحيح. كتبت هذا اللسان بهذا الأبجدية الخط. الكنعانية. نعم. هي الآلف بيت جيمال دالت. وهذه الأبجدية كل واحد له معنى. طبعا. وكانت أبجدية مصورة ثم انتقلت إلى الرمز. نعم. بعد 300 سنة أوجد الأراميون لأنفسهم هذا الخط الأرامي المربع. نعم. وكان سهل، وكانت اللغة نحوها وصرفها كمان سهلين. طغت على كل الأبجديات الأخرى وانتشرت مع القبائل التجارية الآرامية نحو الشمال، بينما الكنعانيين كانوا بالبحر أكثر إلى الغرب. إلى الغرب. نعم. والحروف المربعة التي تطبع بها اليوم كتب التوراة العبرانية نشأت من الكتابة الآرامية. صحيح. وأخذ عرب الشمال أبجديتهم التي كتب بها القرآن. نعم. من الآرامية. صحيح. واستعملوها الأنباط. وكذلك حصل الأرمن والفرس والهنود على أبجديتهم من مصادر آرامية. صحيح. إلى آخره. صحيح. تعليم اللغة عن طريق السمع. السمع. التقليد. نعم. التكرار، التذكر. صحيح. هذه تعليم أي لغة أجنبية، وأنا اتبعت هذه القواعد كمان: السمع، التكرار، التقليد والتكرار والتذكر. ثم أضع هذه الأشياء المحسوسة، يعني غوزة ولوزة وحزورة وبعثة ومصفر شاكورة، مفردات. أيوة، بحط له إياهم مفردات ولكن بقرأ له إياهم كأنه بيت شعر. غوزة ولوزة وحزورة بعثة ومصفر شاكورة، مشحة وذبسة وطلب حو ونشيفة بموية عنورة. تعرفي بالريف كلهم بيغنوا لأبو الزلوف والميجنة. طبعا. والعتابة والدلعونة، هذا تراثنا السوري، هذا معروفة هذه. طبعا. طيب أنا بدي امشي مع اللي بفضلوه يلي بيحبوه هنن وأهلهم، إذا هنن قرأوا لأهلهم أو سمعوهم الأغاني. أيوة. أنا بخليه يحب الكتاب، يعني بتعرفي مثلا عم غني على دلعونة بي الغربة الوطن حنونة. عم نحكي بالعربي. طيب هلا انا راح احكي عن الكتاب، راح احكي عن النظافة، راح يخليه يحب المعهد، يحب المدرسة بدون ما يقرا او يكتب، ولكن بصير بيغني وبيعرف. غنيها لنا بالسريان يا لو سمحت. خثوبة غبينح اخ حوثة وحونة، الكتاب عندنا مثل اخ واخت. عروبة بسنيد مخ ذو مخ كورينح، عصفرة بسنركش مركش عمينح، مساء عندما ننام ينام قربنا، وصباحا عندما نستيقظ يستيقظ معنا. ثم مشان يغسل ايديه صباح ومساء معلم النظافة، كمان على نفس مشى ذوثخ مشيا بموية وصابونة، اغسل يداك غسلا جيدا بالماء والصابون. هذه مشية منها أخذوا كلمة موشة معناتها المغتسل بالماء. أيوة. طب المتعمد. أيوة موشة. تماما. نعم. أيوة. نعم. في مهرجان الثقافة دمشق حسب الثقافة العربية حبينا نشارك، وكان في بروفيسور إسباني أيضا هون أتى يتكلمنا عن تاريخ الأراميين ولا. فطبعا هؤلاء المؤرخون لا يستطيعوا أن يعلموا اللغة، وسابقا يعني عم بحكي قبل 65 سنة هناك كثر من يحلمون بالنزلة إلى دمشق، ومنهم قد توافيهم المنية ولا يتعرفون أو يعرفون دمشق، والقليلين قليلون هم إلا إثناء مثلا قبل الخطبة أو الزفاف ممكن أنه ينزل، وكانت الوسيلة الطنابر أكثر. نعم. يعني حتى يصل إلى دمشق
وعندما يعود من دمشق أهل البلد كلهم بدهم يجوا، أنه أنا ثولي مدمسك يعني بده يحكي لهم شو شاف. فحبيت أنا أن أتكلم عن دمشق التي أعرفها أنا عندما أنا نازل في مريم، كان عمري شي 9 سنين مع أبي. انذومخ بحلما حميلة، انمركش انخوث بعنيثة وانكاريلة، انمرهة مشنح انخوف انصوه مطيلة، ولنا منزل انشكل لعم ذمسك شو النشيلة. ماذا تعني؟ أنام في الحلم أراها، أستيقظ أكتب لها أغنية وأقرأها، أركض أستريح أجوع أعطش أصل إليها، وإلى أي مكان أذهب دمشق أخذها معي ولا أنساها. هذا جدول يعني كلمات مقارنة. نعم، لأننا قلنا اللغات السامية تشترك بمواصفات طبعا واحدة معينة. صحيح، هو الاشتقاق من الثلاثي. نعم، هو ضمائر، في عنا ضمائر مذكر ومؤنث، في عنا أسماء أسماء الإشارة. هلأ بالإنجليزي بيقولوا this is a man this is a woman، يبقى اسم الإشارة هذا وهذه this. صحيح، بينما بالعربي واللغات لا، في عنا مذكر ومؤنث. صحيح. نعم، أيضا الصفات منقول tall man رجل طويل، tall woman امرأة طويلة، تبقى الصفة الطويل والطويلة واحدة باللغات عنا تختلف. أعطينا أمثلة في عنا هون من جدولك. تشابه كبير على الكلمات التي تدل على صلات القربة. نعم، وعلى الظواهر الطبيعية. هذه بكل اللغات يمكن تبقى واحدة. فعندما أقول مثلا يعني لو فرضنا بالعربي شمس، بالبابلي والآشوري شمسه، بالعبري شمش، بالسرياني شمشة، بالمعلولي شمسة شمشة، بالجزيرة والحبشة شمس. نعم. ابن بالعربي ابنو بالأشوري والبابلي، بن بالعبري، برا بالسرياني، إبرا بالمعلولي. ما بالعربي مو بالأشوري والبابلي، مايم بالعبري، مايا بالسرياني، مويا بالمعلولي. هذه أمثلة من جدول هام جدا طبعا وحدة اللغة وحدة اللسان. نعم، حضرتك ألفت قصيدة مؤثرة عن معلولة، ما تشهده اليوم من أحداث للأسف، كما تشهد كل سوريا وكل مدينة في سوريا هذه الحرب الظالمة والتي يقودها الجهلاء في أنحاء العالم. لو تلقي لنا هذه ونختم بها. لبل رحوما شكل لعلي شو مايثيل، محرمثا يونع لثر غبون طعنولا، بيذ فتحلا إن مش خثبثا جحيل، معلولة اخثب عالثر فوي معلولة، بنثيل زعكث أنا لعلش أتر بنثيل، شمش الحيوث إن عربث بخرتها عربة زلولة، معييل رهطة وعذوبة بغرب ثم عييل، نعم، على العوي إجبر وإثكن لب عربولة، لا أوز إبا يثيلة وإما يجعنيل، أرع التذوي رحملة وروح ريتولة. قلب المحب يحملني إليك ويأتيني من عندك بمنديل، بمحرمة تحملها حمامة على جناحيها، أفتح هذه المحرمة فأجد على الوجهين معلولة، اخثب على ثرفوي على الوجهين معلولة، أصرخ بنثيل زعكت أنا سآتي أنا، لأنه شمس الحياة يعني مالت إلى الغياب إلى الغروب، فلازم بقى نرجع للبلد. يكفيني ركض وعذاب بالغربة، يكفيني فضلوعي تكسرت
وصار القلب غربال يعني. فهذه أرض أجدادي أحبها وروحي ترودها أينما كانت. كل الأديان مرت بمرحلة التشويه والتسييس في مرحلة ما، فاليهودية السياسية هي المتمثلة اليوم بجوهر الصهيونية العالمية التي نتج عنها الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، والمسيحية السياسية هي ما فعلته بيزنطة في تكفير واضطهاد العرب المسيحيين السريان، وهي أيضا ما فعله الأوروبيون في الحملات الصليبية لتغطية أطماعهم بثروات العرب. وحين نقول الإسلام السياسي نتذكر فورا الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، وهنا يجب أن نميز بين الدين كإيديولوجيا لتحرير الإنسان وبين تسخيره لقهر الإنسان. فحين نجد بعض التيارات الدينية تدعو إلى الجهاد مثلا ضد محتل وقاهر ومغتصب، فنحن أمام استنهاض إيديولوجيا تحض الإنسان على مقاومة الظلم وبذل النفس من أجل غايات سامية كتحرير المجتمع والبلاد. وهذا استنهاض إيجابي للفكر الديني الذي يجعل من الحياة ذات قيمة ومن الموت أيضا في الشهادة سلوكا نبيلا ذا قيمة. وفي المقابل حين نجد بعض التيارات الدينية تدعو إلى القتل على أساس الدين أو المذهب، فهذا ليس جهادا وإنما فتنة. للأسف وقع الكثيرون في التباس كبير بين الجهاد والفتنة، تسبب به بعض سفهاء الجهلة الذين ارتدوا عباءة الدين. ونحن هنا أمام استنهاض سلبي للدين ينتج عنه قتل الآخر وقتل الذات، ليس لأي غاية سامية ولكن لإغراق المجتمع في حرب أهلية أو لتغطية الأطماع الاستعمارية. في الواقع أن جذور الإسلام السياسي تعود إلى زمن السلاجقة كما ذكرنا سابقا، والذين غلفوا أطماعهم بالبلاد عن طريق عباءة الدين، فتطرفوا في ادعائهم بمناصرة حزب العباسيين وظهر معهم تكفير حزب الشيعة المعارض. والتطرف والدين ضدان لا يجتمعان، ولطالما حذر كل الأنبياء من التطرف ومن المتسترين بعباءة الدين، فالسيد المسيح عليه السلام وصفهم بالأنبياء الكذبة يأتوننا بثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة، من ثمارهم نعرفهم. وفي القرآن الكريم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويذكر الباحث الإسلامي الدكتور سهيل زكار أن السلاجقة حولوا السنة إلى طائفة دينية أغلق فيها باب الاجتهاد في الفكر الإسلامي، وكانت طبقة رجال الدين التي استحدثها السلاجقة قد ارتبطت بالحتمية والجمود وبربط الدين بالسلطة، وبالتالي أصبح من السهل تكفير المعارضين لحكم السلطان. ويقول الدكتور زكار أن جميع من قاموا بالتكفير في التاريخ الإسلامي كانوا من نتاج عصر الحتمية السلجوقي. السلاجقة ظهروا في القرن الحادي عشر، وبدأ العلماء العرب بالتصدي لهم حين أدركوا أن الدين الإسلامي قد أصبح مطية الجهلة لحكم المجتمع العربي. فقال ابن رشد مقولته الشهيرة في القرن الثاني عشر: إن أكبر عدو للإسلام جاهل يكفر الناس. ومقولته الأشهر: إذا أردت التحكم في جاهل فعليك أن تغلف كل باطل بغلاف ديني. إذن من الواضح أن ابن رشد وغيره من كبار الفلاسفة والعلماء العرب قاموا بالتصدي للفكر التكفيري السلجوقي. وهنا أحبذ أن أدعو التكفيريين بالطائفة التكفيرية، لأن الأديان والمذاهب جميعها بريئة من هذا التكفير. فالتكفير هو طريق التفكير ومنهج سلوك خارج عن الدين، وهو أشبه بمتوالية هندسية إن بدأت لا تنتهي ولا تقف عند حد. فأنا اليوم بمجرد أن أسمح لنفسي بالتكفير فسأبدأ بأن أكفر مثلا كل من ليس مسلما، ثم أجد أن هذا غير كافي، فالتطرف يجر تطرفا أكبر، فأنتقل إلى تكفير المسلم الذي لا يصلي كما أصلي ولا يلبس كما ألبس ولا يؤمن بتفسيري للقرآن، ثم أكفر من يضع العطور ويتزين ومن يصلي ويصوم ولكنه مثلا لا يصوم وهو مريض، وكأنني أصبحت الناطق باسم الله والإيمان يجب أن يمر بمنظاري الشخصي، وأضع الجدران بيني وبين الآخر، وصرت أنا الرقيب والحسيب والذي يصدر الأحكام ويعاقب أيضا. هنا تبدأ الفتنة ويظهر التوتر الذي يفضي إلى انقسام المجتمع وخراب الأوطان. هذا التكفير بتره القرآن الكريم تماما بآيات واضحة وصريحة، منها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومنها:
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إذن لا يكون لإنسان مهما كان موقعه ومركزه أن يكون قاضيا في المسائل المتعلقة بالإيمان على إنسان آخر، ولا أن يكون رقيبا ولا حسيبا على دينه. الآية واضحة، لكن البعض جعل من نفسه الرقيب والحسيب، فأزال الله عن عرشه ووضع نفسه في مكانه وأمسك بمفاتيح الجنة والنار وجعل من نفسه ندا للذات الإلهية. كان هذا من نتاج عصر الحتمية السلجوقي الذي كان من نتاجه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وهذان يقول المؤرخون قاما بتكفير المسلمين قاطبة بمن فيهم المذاهب الأربعة والأشاعرة السنة والمعتزلة والإمامية الشيعة العلوية، وأطلقا عليهم اسم المعطلة حين اختلفا مع سائر المسلمين في صفات الله المذكورة كيد الله وعينه ووجهه. فالعرب المسلمون يبتعدون في تفسيرها عن التجسيم، لأن اللغة العربية لغة بيان غنية بالمفردات، ومن أدوات البيان في لسان العرب البلاغة، ومن أدوات البلاغة استخدام الرموز والصور، وهو ما ندعوه بالاستعارة. فآية مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، هل تدل على أنه جالس على كرسي كبير؟ لا طبعا، هذا لا يصح بشكل من الأشكال. لا يجوز أن نفهم القرآن الكريم دون معرفة الرمزية والدلالات المتعددة للمفردات في اللغة العربية. لذلك أكد القرآن أنه وما يعلم تأويله أي تفسيره الحقيقي إلا الله والراسخون في العلم. لاحظوا عبارة والراسخون في العلم، فليس كل من ادعى علما يصح له أن يفسر القرآن، يجب أن يكون راسخا في العلم متمكنا من أدوات اللغة العربية ومعاني مفرداتها. وهنا نصل إلى مصطلح الباطنية الذي كثيرا ما وصف به أنصار التفسير الباطني للقرآن. في الحقيقة إن الباطنية تعني الدخول إلى المعنى الحقيقي للكلمات الواردة في الآيات الكريمة لتفسيرها بشكل صحيح، فمن غير المعقول أن نشبه الله بمخلوقاته وأن له يد وعيون ووجه ويجلس على كرسي. وهم ضد المجسمة الذين يفسرون القرآن بظاهره، وبالمناسبة غالبا ما كان المجسمة من غير العرب، لأن من لا يتقن اللغة العربية ويعرف استعاراتها وصورها فلن يفهم القرآن بشكل صحيح. فالكلمة الواحدة قد تحمل عدة معاني، فاليد هي اليد وهي القوة أيضا، والعين هي العين وهي الذات أيضا، والقلب هو القلب الذي يضخ الدم وهو العقل أيضا، وهكذا. فابن تيمية وابن القيم لم يكونا من العرب ولم يفقها بلاغة العرب، فانتهى بهما الأمر إلى التجسيم، إذ أصرا على تفسير الكلمات كاليد والعين بنفس معانيها الظاهرة، أي أن الله له يد كيد البشر وله وجه كوجه البشر. ويقول المؤرخون أن ابن تيمية قد أعلن توبته من التجسيم بحضور شهود من الحنفية والمالكية والشافعية الذين كانوا ضد التجسيم، ومع أنه تاب عن عقيدة التجسيم إلا أن قضاة المذاهب الأربعة كفروه أيضا لأنه حرم زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد نودي عليه بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، ذكره ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة، وقال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية. وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ هواه إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وبذلك صرح الأئمة وبينوا فساد أحواله وكذب أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام المجتهد المتفق على إمامته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وأهل عصره من الشافعية والمالكية والحنفية. وقد كتب إليه بعض أهل الشام من العلماء، إنك أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم بقصدك ونيتك، وما رأينا إلا آل أمرك إلى هتك الأستار والإعراض بالإتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض، ولم تقنع بسب الأحياء حتى حكمت بتكفير الأموات. طبعا هذه كانت مقدمة لابد منها لكي نفهم أساس الفكر الوهابي. ما هي الوهابية؟
هي حركة نسبت لمؤسسها محمد بن عبد الوهاب، يقول الدكتور عبد الرحيم عبد الرحيم الأستاذ في جامعة الأزهر بمصر. إن وادي حنيفة الذي شهد نشأة مسيلمة الكذاب وتحديه للرسول والإسلام شهد بعده نشأة صاحب الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. والده كان قاضي العيينة في نجد، وكان على مذهب ابن حنبل كغيره من أهل نجد. كان محمد متأثرا بشكل واضح بأفكار ابن تيمية، أهمها محاربة البدع. وأحب ابن عبد الوهاب في ابن تيمية أنه فتح باب الاجتهاد أمام كل راغب حتى ولو خالف المذاهب الأربعة. لكن ابن تيمية كان قد مات مسجونا في قلعة دمشق بتهمة الخروج عن الإسلام، وهكذا ماتت أفكار ابن تيمية حتى جاء ابن عبد الوهاب وأحياها من جديد. وكثيرا ما أعلن محمد أنه ليس بصاحب مذهب، لكنه يدعو إلى الأصول والاقتداء بالسلف، وبهذا عده بعض المؤرخين مصلحا دينيا ثائرا على فساد الدين وتفشي البدع كما أسماها، كالصلاة عند القبور والتبرك بالأشجار، بالإضافة إلى تفشي الصراعات والتفكك في إقليم نجد، وصلت إلى حد تقسيم القرية الواحدة بين عدة رؤساء. كل ذلك طبعا نتيجة البؤس والجوع وانهيار الاقتصاد العربي وتفشي الاستغلال والإقطاع والربا وفقدان الأمن كنتيجة حتمية من نتائج تخلف السلطنة العثمانية. هكذا وجد محمد ابن عبد الوهاب مجتمعه في وسط جزيرة العرب منقسما منتهبا متخلفا بسبب سوء الحكم والحكام، وتأثر بداعي الإصلاح قبله الفقيه عثمان بن أحمد النجدي، فخرج بدعوته الإصلاحية والتوحيدية عام 1723 متبنيا مبادئ ابن تيمية في الطعن بالتأويل الباطني للنص القرآني وفي عدم التقيد بالمذاهب السنية، كما اعتنق مبدأ ابن تيمية في وجوب الإكراه في الحكم مكفرا كل من لم يؤمن به. وبهذا قام ابن عبد الوهاب بتكفير جميع المذاهب الإسلامية السنة والشيعة على حد سواء. قبلت دعوة محمد بالرفض ووقف ضده والده وشقيقه. بعد موت أبيه تجرأ محمد وعرض التحالف على أمير العيينة عثمان بن حمد ووعده بملك نجد وأعرابها، فكان من نتائج هذا الحلف تهديم القباب والمساجد المبنية فوق القبور وإعلان الجهاد ضد الكفار من المسلمين أنفسهم والعنف في إقامة الحدود. فشكاه علماء ومشايخ نجد إلى أمير الأحساء المتنفذ بين الإحساء والشام سليمان بن محمد، فطرد محمد من العيينة والتجأ إلى الدرعية التي كان أميرها محمد بن سعود الذي وعده محمد أيضا بملك البلاد والعباد. لاحظوا هنا نشهد تسخير الدين ليس لصالح الإنسان إنما لصالح الحاكم، وكان هذا التحالف السعودي الوهابي هو نواة الدولة السعودية. يقول الدكتور عبد الرحيم مع أنه حاول الدفاع عن الوهابية إلا أنه أكد بأن أتباع ابن عبد الوهاب كانوا من الغلاة تفننوا في وصف البدع بما يتوافق مع فكرهم وحدهم، وقاموا بتكفير المسلمين الذين لا يعتنقون الوهابية، وحللوا قتلهم ونشروا مبادئهم بالقوة والسيف، وأطلقوا على البلاد المسلمة الغير وهابية بأنها دار حرب وجهاد، ووقفوا في وجه كل مقومات الحداثة تحت ادعاء الانتصار للسلف، وبهذا زرعوا التخلف في المجتمعات التي اعتنقت فكرهم بالإكراه والدم. هكذا أخرج ابن عبد الوهاب العرب من استعباد آل عثمان إلى استعباد آل سعود، واضعا الدين الإسلامي في خدمة الحكام الجدد. لكن تبرم العرب من الاحتلال العثماني ومن التفريط ومن تفريط الأتراك ببلادهم للبرتغاليين والإنجليز والفرنسيين جعل بعضهم يقبلون على مبدأ الوهابية في التجديد كالثانوسية في الجزائر. في السودان أيضا ظهرت المهدية ضد الاستعمار البريطاني في القرن 19. هذه الحركات هي دون شك حركات نهضة وتحرير، سواء استمدت شعلتها من الشعور القومي العربي أم من الشعور الديني الإسلامي. لكن الوهابية تحديدا انحرفت عن الإسلام وخرجت عن تعاليمه بشهادة شقيق محمد بن عبد الوهاب هو الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الذي قاد الثورة ضد أخيه وفضحه في كتابه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، وقال: إن اليوم تلي الناس بمن ينتسب إلى الكتاب والسنة ويستنبط منها، وإذا طلبت منه أن يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل، بل يوجب على الناس الأخذ بقوله ومفهومه، ومن خالفه فهو عنده كافر،
وهو لم يكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل الاجتهاد ليحق له الاجتهاد، فراجع كلامه على كثير من الجهال، فإن لله وإنا إليه راجعون. ثم يخاطب أخاه وأتباعه قائلا: إن النبي محمد وصف أحدهم وكان أيضا من بني تميم قائلا: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون على حين فرقة من الناس. وقال أيضا: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقول من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، إنهم يقتلون أهل الإسلام وهم كلاب أهل النار، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. ويقول الشيخ سليمان في وصف الوهابيين أتباع أخيه: يزعمون أنهم أهل القرآن ولا يقبلون من السنة إلا ما وافق مذهبهم، ومن خالفهم فهو كافر، فاتقوا الله ولا تلبسوا الحق بالباطل بآرائكم الفاسدة ومفاهيمكم الواهية، واقتدوا بالسلف الصالح وتجنبوا طريق أهل البدع، ولا تكونوا كالذي زين له سوء عمله فرآه حسنا فثبتت عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول ستيفن هيمسلي أنه في عام 1801 تفشى الطاعون في بغداد، فتحركت القوات الوهابية للغزو وهجموا على كربلاء حين كان معظم سكان البلدة في النجف يقومون بالزيارة، فاقتحم الوهابيون المدينة وخربوا الأضرحة المقدسة ونهبوا النفائس واقتلعوا الذهب والسجاد والأبواب. أما البلدة نفسها فعاث فيها الغزاة المتوحشون فسادا وتخريبا، وقتلوا جميع من صادفوه، كما سرقوا كل دار، لم يرحموا لا الشيخ ولا الطفل، ولم يحترموا النساء ولا الرجال. لقد وسع آل سعود دولتهم الوهابية بقتال جيرانهم المسلمين، فكانت كل غزوة لها فتوى دينية، وكان ازدراؤهم الفائر لأهل نجد قد دفع بهم لا إلى استعمال العنف الشديد فقط، بل إلى ارتكاب أفعال خيل معها للكثيرين من أهل الحجاز أنهم يقصدون بها تحطيم الدين الإسلامي نفسه. أما في سوريا فيقول عبد الرحيم: بدأت أطماع آل سعود تتجه إلى بلاد الشام منذ أواخر القرن 18 ميلادي، وكانوا يرسلون الغزوات إلى الشام يسلبون بها الكثير من أموال السوريين ومتاعهم، وأخضعوا بالسيف بوادي الشام، وبدأت قوات آل سعود الوهابية تتعرض لقوافل الحج الآتية من دمشق واسطنبول ومصر ويمنعونها من أداء فريضة الحج. يقول البعض بأن محمد بن عبد الوهاب صنيعة بريطانية، أرادت بريطانيا بهم تفكيك جزيرة العرب لكي لا يقفوا أمام أطماعها في الخليج، فكان لابد لهم من زعيم يدمر الإسلام والمسلمين ويحول الجهاد من فكر مقاومة إلى فكر فتنة بين العرب ليقتل بعضهم بعضا. وفي المقابل يرى البعض بأن هيمثر البريطاني صانع الوهابية شخصية وهمية ومكذوبة، لكن الثابت هو ما صرحت به هيلاري كلينتون مؤخرا بأنهم أوجدوا هؤلاء الوهابيين. كيف وصل الاتحاد والترقي إلى السلطة؟ وما هي الظروف التي أدت إلى الثورة العربية؟ هذا هو موضوع الحلقة القادمة، إلى اللقاء.